يا رب كل يعمل اشتراك في القناه يا رب ينجح في المدرسه. قبل ما نبدا احداث الفيلم هنروح للتسعينات لما كان منتشر تسريحات الشعر الكبيره واستخدام البوريك. كريستينا ممرضه بتشتغل في حضانه في مستشفى وصاحبتها مانويلا كمان بتشتغل معاها. مانويلا كسبت نصيحه استثماريه من ابن عم صديقه لصديق اخت جوزها قريبها يعني او معرفه، بتحاول تشرح الفكره لكريستينا وانها المفروض تجيب ناس تاني عشان تعرف تحصل على الفلوس، غسيل اموال يعني. كريستينا قررت تساعدها وتشاركها في المشروع ده وبداوا يشربوا ويرقصوا بالاطفال في الحضانه وتصوروا معاهم وخلاص حسوا انهم يدعوا الفقر ويكسبوا فلوس كتير. بس بعد ما خلصوا اكتشفوا ان هم بدلوا الاطفال ومش عارفين مين مكان مين، فتصرفوا وبداوا يحطوهم في اماكنهم اللي تخيل لهم انهم اماكنهم الصحيحه. نرجع بقى للفيلم بتاعنا. انا بيل امها جهزت لها الفطار وطلعت تصحيها عشان معاها ميعاد، بس هي مطنشه ونايمه وطبعا اوضتها مكركبه على الاخر، وامها نفسها تصحى بدري مره واحده في حياتها، ده حتى اديتها فلوس عشان تصحى الساعه 11 بس هي برده بتصحى متاخر. قامت انا بيل واتخضت من شكل امها وافتكرتها بتنزف من وشها، بس هي كانت حاطه ماسك في السوبر ماركت الكاشير ست عجوزه ورخمه بتتحشر في اي حاجه بيشتروها الزباين، والراجل متضايق منها على الاخر. جت هاله اللي لقت امها بوظت الدنيا، بس هي اعتذرت للزبون وبدا يستلطفها وهي لمحت مفتاح عربيته الفخمه وحبت تصاحبه وتعرفوا على بعض، وقالت له انها نفسها تركب عربيه من نوع بورش وهو كان اسمه انجو. نزلت انابيل تحت وكان في اجتماع مع منسق الحفلات بتاعتهم لانهم بيعملوا حفله كل سنه في الصيف وبيختاروا مشكله من المشاكل الموجوده ويحاولوا يلموا ليها تبرعات. ام انابيل اقترحت ان هم يختاروا الناس المتحولين جنسيا، بس انابيل ما عجبهاش وكانت بتقنعها بدل لما التبرعات المفروض ينزلوا العشوائيات ويحاولوا يختاروا مشكله ويحلوها حل جزئي. بس ما عجبش امها الكلام، جالها مكالمه من المحامي، وكانت في نفس المكالمه وصلت لام هاله وبلغوهم ان بناتهم اتبدلوا وهم صغيرين. الاثنين اتصدموا. نزلت هاله من العربيه واختها الصغيره مش عارفه هي مصاحبه مين ولا مين، وكل شويه تيجي مع واحد في عربيته وهي بتحب الظباط ولا لا، بس هي قالت لها انها بتحب الظابط، بس شكلها بتحب تغير جو مع اي حد. انا بالمصدومه مش مصدقه انها ممكن تكون بنت حد تاني، وفي بيت هاله نفس الموقف، ما حدش مصدق انها مش بنتهم، بس هاله قررت تعمل دي ان ايه عشان تعرف هي بنتهم ولا لا. انا بيل راحت لابوها اللي نايم في العنايه المركزه عشان تتكلم معاه شويه. ايه ده، دي دخانت جنب ابوها التعبان. عملوا التحقيق وتاكدوا ان هاله وانا بيل اتبدلوا مع بعض. هاله راحت بيتها الجديد اللي كانت منبهره بيه جدا، وامها كانت مبسوطه جدا بيها ونسيت انا بيل خالص وبدات تتعرف على اخوها، وامها اخذتها توريها اوضتها الجديده. انا بيل راحت لابوها اللي بترتاح وهي بتتكلم معاه حتى لو ما ردش عليها. قررت تتصل بامها الحقيقيه اللي صدمتها في المكالمه وعرفتها انهم ممكن يتواصلوا روحيا، وقفلت انا بيل في وشها السكه. رجعت لقيتهم بيفرجوا هاله على صور عيلتها ولبسوها فستان جديد، ودخلت عليهم انابيل وكانت متضايقه جدا وسالت هاله عن ابوها وعرفوها انه ميت اكلينيكيا ودايما كان بيتعرض لسكتات دماغيه، بس هي ما اهتمتش انها حتى تشوفه. اخذتها امها للكوافير وخليتها تعمل شوبينج، وانابيل متضايقه ومتعصبه جدا منها وانهم تجاهلوها، بس امها قالت لها ان دي شكليات وانها هتفضل بنتهم مهما حصل. بالليل انابيل وصاحبتها بيدخنوا وبيتكلموا على اللي حصل لانابيل وانها مش عاوزه تروح لاهلها دول لانهم بيئه خالص، بس برضه نفسها تشوفهم. وفجاه شافوا راجل شيك وعكسوه، بس هو جه واتعرف عليهم وسابهم ومشي، وهم دخلوا الحفله الصيفيه اللي بتعملها ام انابيل. امها بدات ترد المشكله اللي هيلموا عليها تبرعات، بس هي شرحت مشكله غلط وشرحت مشكله سرطان الثدي، بس هم كانوا طارحين مشكله الاطفال المشردين. حبت انابيل تنقذ الموقف بس هاله ما اديتهاش فرصه واخدت الورق من المنصه وطلعت هي على الستيج وشرحت المشكله، وكل الموجودين كانوا منبهرين بيها، بس انابيل حست بالاهانه وانها ملهاش مكان في العيله دي تاني، وقررت تلم هدومها وتروح لعيلتها التانيه. المنطقه اللي فيها عيلتها كلها شغب، والظابط يان بيحاول يسيطر على المنطقه، واول ما وصلت انابيل اتعكست من البلطجيه وجالها الظابط يسالها هي مين وجايه لمين، وافتكرها في الاول انها بنت ليل، بس هي عرفته انها جايه لامها وشاورت له على بيت هاله حبيبته، بس هو ما صدقهاش، بس هي شرحت له الموقف وهو مش مستوعب خالص، بس اخدها وراح للبيت. وكان من وراهم البلطجيه سرقوا شنطه هدومها وعربيتها. اول ما فتحت لها امها الجديده رحبت بيها وعرفتها على اخواتها، ورنت عليها امها التانية عشان ترجع البيت، بس انابيل رفضت لانها ملهاش مكان هناك وانها خلاص راحت لعائلتها الحقيقيه. وبعد ما قعدت معاهم قررت تنام، فاخدتها امها تنام معاها ونامت معاها وطمنتها انها بتشخر بس بصوت واطي. بس بعد ما نامت الام بدات انابيل تستكشف التشابه ما بينهم وما نامتش طول الليل. هاله بقى كانت الحاله مختلفه، كانت مبسوطه بسريرها وحياتها الجديده وما سالتش حتى على اهلها. انابيل صحيت على منظر بشع من امها، كانت متخفيه وبتخضها، ولما استوعبت فاقت ونزلت معاهم عشان تدور على شغل. واول ما نزلت اكتشفت ان عربيتها سرقت وان واحد من المتشردين في الشارع بيفطر على كبوت العربيه بتاعتها، ونادت على الظابط عشان يشوف عربيتها فين واخدها المكتب وحقق معاها ووعدها انه هيدور عليها، وراحت تدور على شغل وعملت مقابلات كتير بس ما توفقتش. اخر انترفيو قالوا هنبقى نكلمك. هاله مش بتعمل حاجه غير انها بتاكل كل الاكل اللي عمرها ما شافته، وبتؤمر الشغالات اللي بيتضايقوا منها ومش عاوزين يخدموها. دخلت امها عليها ووريتها المجلات ازاي كتبت عن الحفله وانهم عايزين يعملوا حاجات كتير عشان يشتهروا اكتر. الظابط يان اتصل بانابيل وقال لها ان امها بتعمل مظاهره قدام المحلات اللي بتبيع فرو الحيوانات بعد ما تصنعوا هدوم، واخدها وراح لامها. بس امها شافت هاله وهي في المحل بتقيس هدوم غاليه جدا، وانابيل برده شافت امها وهي بتشتري هدوم لهاله، فضايقت كمان اكتر لما سمعت امها بتتكلم مع صاحب المحل عن انابيل بعدم اهميه وانها خلاص مشيت ومش هترجع تاني. اخذهم الظابط على المكتب وعنفهم، ودخل امها والراجل اللي
اللي معاها اوضه التحقيقات، ولما طلع قال لانابيل انه مقلب وشويه وهيطلعهم، وان صاحب المحل طالب تعويض من انابيل 20,000 يورو، بس هي مش معاها المبلغ ده. وروحت البيت وحاولت تختار هدوم تروح بيها لصحابها، وراحت البار عشان تقابلهم، بس هم قابلوها بطريقه مش كويسه، وكمان عايروها انها بقت فقيره وكمان بتدور على شغل، ومفيش واحده فيهم وافقت تساعدها. سابتهم بعد ما خيبوا املها وهي خارجه من البار، قابلت واحد معرفه ليها وقال لها انه يعرف فرصه شغل ليها وممكن تروح تستلمها من بكره. فرحت خالص وقررت تروح لابوها تتكلم معاه. راحت من غير ما حد يحس بيها وولعت سيجاره، وكانت امها قاعده مع هاله، وهاله حطت من الماسك بتاعها بس كانت قرفانه منه خالص. فجاه الباب خبط، الام فكرته الدكتور بتاعها بس لقيته الضابط يان اللي اتفاجئت بيه هاله، وبررت له انها مش هتنفع تكمل معاه خلاص، هي بقت من طبقه وهو من طبقه تانية. سموا حاجات اتكسرت فوق بس افتكروه حرامي، وبانه ضابط كلفوه يطلع يشوف مين ويقبض عليه. راح لقى انابيل بس ستر عليها وقال لهم ان ده الشباك مفتوح، ونزلوا مع بعض وحب يبوسها، بس لما النور ولع عند الباب شافت هاله قامت ضربته بالقلم، وعرفت انه بيعمل كده عشان يغيظ هاله بس برضه خليته يوصلها للبيت. واقترحت عليه انها تساعده عشان يخلي هاله تغير عليه، بس يدور على عربيته. اخذت شاور بس الحمام في بيتهم سداح مداح، اي حد عايز يعمل اي حاجه كلهم مع بعض ومفيش خصوصيه، وكمان اخوها بيستعجلها عشان عايز يستحمى. تاني يوم راحت تعمل مقابله شغل، وكان مطلوب منها تتكلم الماني، وهي بتتكلم الماني فعلا، واتقابلت في الوظيفه وكانت طايره من الفرح، بس الوظيفه كانت عامله نظافه تروح الشقق واهلها مش موجودين تنظفها. بدات في شغلها لانها مضطره لحد ما تعبت ونامت، وفجاه وصل صاحب البيت وصحاها، وهي اعتذرت له وترجته ما يرفضهاش عشان هي محتاجه الفلوس ضروري. فلما صعبت عليه قال لها انا ممكن تيجي تكمل الشغل تاني يوم. روحت، واول ما نزلت من الاتوبيس لقت يان مع العربيه بتاعتها وفرحت واتنططت، وقررت تروح تتفسح بيها وانها هتساعده عشان هاله تغير عليه. راحوا الكافيه وكانت هاله مع اصحابها هناك، واول ما شافتها اتعلقت في دراع يان وبداوا يتغاظوا في بعض لحد هاله ما اتضايقت وراحت عندهم، وهو قال لها انه خطب انابيل. اتغاظت وسابتهم ومشي. في البيت هاله متضايقه، وجت امها ولعبت معاها هي واخواتها وطلعتها من مودها، ولما اخوها جاله تليفون ورد عليه امه ما عجبهاش ورمى تليفون في البسين، وهو اتضايق ورمالها الباروكه بتاعتها، وهاله وقعت عقد جامد، وامها اخيرا حست بقيمه انابيل فقررت تروح تزورها في البيت. ولما راحت ما عجبهاش المكان اللي عايشه فيه انابيل، وحاولت تعرض عليهم فلوس، بس ام انابيل رفضت انها تبيع بنتها بالفلوس، بس هي قالت لهم انها مساعده، ورفضت انابيل ترجع معاها او تاخد الفلوس لانها بتشتغل تعرف تصرف على نفسها، فانسحبت امها الغنيه ومشيت. تاني يوم اخذت اختها الصغيره المدرسه وساعدتها تتخلص من خوفها من البنات اللي بيدقوها في المدرسه، وخلتهم يعتذروا لها، واختها كانت مبسوطه جدا وشكرتها، وشافوا هاله رجعت ليان وكانت مبسوطه، بس يان وانابيل ما كانش باين عليهم انهم راضيين بكده، بس انابيل سابتهم ومشيت وراحت شغلها. فتحت الباب لقت طريق من الورد، مشيت معاه لحد ما وصلت الاوضه وشافت فستان جميل وعرفت انه بيعزمها على العشاء، ولبس وراحت العزومه، بس ما كانتش مرتاحه من التصرفات اللي كانت بتشوفها هناك، وهو صريحه انه هيديها الفلوس اللي محتاجاها وهيجيب لها شقه وكل اللي هي عايزاه، بس المهم تعمل اللي هو عاوزه، هو اصلا انسان مش كويس، وقعد عليها تجرب ولو ما عجبهاش ترفض وتمشي. فقررت تجرب هاله ويان مع اصحابها، بس يان مش عاجبه الحياه بتاعتها ومش عايز يكمل معاها وسابهم ومشي. انابيل في البيت مع الراجل الوضع مش تمام خالص، بس هي مضطره، وفجاه جاله تليفون وقرر انه يمشي، واتفق معاه انه هيجي بعد 3 ايام، بس هي مربوطه في السرير ومش عارفه تفك نفسها. كلمت يان ولما وصل ضحك على حالها وصورها، بس هي كانت متضايقه من كده وفكها ونزلوا. راحوا بيت انابيل القديم عشان ابوها تعبان جدا، وامها افتكرته دور برد بس طلع التهاب رئوي. كلهم حوالين ابوهم وزعلانين، بس هاله مش متاثره لانها ما تعرفوش. بداوا يتكلموا معاه بس هو مش حاسس خالص، وانابيل بدات تتكلم معاه وتفكره بكل اللي كان بيعمله معاها وانها بتحبه جدا، وبعدها فاق لحظه ونام تاني، بس النومه الابديه. كلهم زعلوا، حتى هاله بدات تتاثر واخدتهم امهم في حضنها. انابيل كانت حزينه جدا على فراق ابوها وبتفتكر ذكرياتها معاه، وبعدها كانت بتلم هدومها من بيتها التاني، واختها الصغيره زعلانه ومش عايزاها تسافر مع الراجل الغني، بس هي خلاص قررت. في المطار بتودعها امها الغنيه، اديتها هديه غاليه عليها وفيها ذكرياتها وهي صغيره، وهي ادت الشنطه بتاعتها لاختها الصغيره، وادت ظرف لامها كارمن، وطلبت منها ما تفتحهاش غير بعد ما تسافر. ودعتهم كلهم وطلعت الطياره، امها فتحت الظرف لقت شيك بفلوس التعويض اللي المفروض يدفعوها. في الطياره هو طمنها انها هتكون مبسوطه هناك وهيعجبها البيت الجديد، بس هي مش مبسوطه، وبصت من الشباك لقت يان بيسوق بجنون عشان يوصل لها، بس ما لحقهاش. نزل من العربيه وكان حزين وسابهم ومشي بعيد لوحده. هي شافته وزعلت انها هتفتقده، ولقت اتنين مضيفات قاعدين معاهم ومعرفتش هما بيعملوا ايه بالظبط، وعرفت ان هما بنات ليل وانه جايبهم معاهم، وتعصبت عليه وقررت تنزل من الطياره وترجع لاهلها، وهو بدا يهدي فيها بس معرفش، ورجع بالطياره ونزلت وكلهم فرحوا انها رجعت تاني، بس هي اخذت العربيه وراحت ورا يان، واول ما وصلت فرح بيها واعترف ان هما بيحبوا بعض وانهم لازم يعيشوا مع بعض، وكانت عايزاه يمسح الصور اللي اخذها ليها بس هو ما مسحهاش وهتفضل معاه على طول، كنوع من انواع الهزار، واتبسطوا ورجعوا مع بعض. انا حاسه ان القصه دي اتعملت مسلسل عربي او حاجه، هو الفيلم الماني عموما يعني. اتمنى ان هو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه دي والقناه بتاعت الاولانيه وفولو الاكونت بتاعي على انستغرام. يا رب يكون الفيديو المره دي عجبكم. سلام عليكم.